أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. معجزة حقيقية في الجزائر، وتحديدا في المناطق الغربية من صحراء الجزائر. هذا ما كشفت عنه صور حديثة التقطتها أقمار استشعار عن بعد فائقة الدقة، وقام بتحليلها علماء من مركز جودارد لرحلات الفضاء، وهو أحد أهم المراكز والمراصد التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. لقد كشفت الصور بعد فك طلاسمها بواسطة أجهزة حوسبة عملاقة عن كنز طبيعي هائل متخفي بين الكثبان الرملية في صحراء الجزائر الغربية، عبارة عن تجمعات هائلة من الأشجار النامية. والغريب أن هذه التجمعات الشجرية الكبيرة ظهرت في أماكن ظن علماء الطبيعة أنها قاحلة تماما. وكانت إحدى الدوريات العلمية العالمية قد نشرت صورا لهذه التجمعات الشجرية الهائلة، ونقلت عن علماء في وكالة الفضاء ناسا أن ما رصدته أجهزة الاستشعار عن بعد في مساحة صحراوية تقدر بنحو 500,000 ميل في الجنوب الغربي من صحراء الجزائر الكبرى يزيد عن 1.8 مليار شجرة. لقد استطاعت خوارزميات الذكاء الصنعي في أجهزة الحوسبة رسم خرائط قطر التاج لكل شجرة، أي صورة للشجرة عند النظر إليها من أعلى، وتبين أن حفاظ هذه الأشجار على نموها إلى الآن يعود بالأساس إلى قدرتها العجيبة على تغيير حجمها وفقا لمعطيات الهطول المطري المتغير في هذه المناطق الصحراوية النائية. إن هذا الاكتشاف الجديد يثبت بكل المقاييس العلمية معجزة ربانية في قلب الصحراء الجزائرية، مفادها أن هذه الأشجار من الذكاء الفطري، بحيث تستطيع التأقلم والحفاظ على نسلها في ظل ظروف بيئية قاسية ومواكبة المتغيرات المناخية لكي تواصل النماء. فما أعظم نعم الخالق التي يمنحها لمخلوقاته، والتي تدعون إلى التأمل في بديع خلق الله جل وعلا. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما أهمية هذا الاكتشاف الكبير الذي أعلنت عنه ناسا مؤخرا؟ أولا، لقد حطم فرضيات ونظريات علمية تتعلق بتفسير التصحر وتعريف الأراضي القاحلة. فما يبدو قاحلا ليس قاحل بالضرورة، بل ربما يحتفظ بحياة متخفية ليست ظاهرة للعيان. ثانيا، أعطى إشارة قوية بضرورة إعادة النظر في التاريخ الطبيعي والحضاري للصحراء الجزائرية، وأن الحفاظ على النمو الكثيف لهذه الأشجار حتى الآن إنما هو دليل على أن أصولها ممتدة عبر التاريخ. ومن ثم دعم فرضية أن الصحراء الجزائرية كانت في العصور القديمة واحات شاسعة عامرة بالحياة ومزدانة بالعمران الحضري، وسط مروق خضراء مزدهرة بشتى أنواع الفواكه، وأنهار تفيض بالمياه العذبة فتملأ الوديان والسهول التي تبدو جافة الآن. وفي هذا الصدد أشارت دراسة علمية حديثة نشرتها مؤسسة سيمسونيان إلى أنه منذ نحو 250 مليون سنة كان ثمة بحر عظيم، بل بالأحرى محيط يموج بالمياه، أطلق عليه اسم بحر تيثيس، كان يغطي معظم مناطق الجنوب الجزائري، وأن صحراء الجزائر اليوم تشهد تحولات طبيعية ومناخية تتزامن مع حركة الصفائح التكتونية للأرض، وأن هذه التحولات تفضي في النهاية لعودة صحراء الجزائر الكبرى إلى سيرتها الأولى. لقد بدأت بوادر ذلك تظهر بوضوح، فهل تصبح صحراء الجزائر مركز زراعي وحضاري عالمي كما كانت سيرتها الأولى؟ ننتظر آراءكم وتعليقاتكم التي نعطيها كثير من الاهتمام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.